تجازه الدول بأعلامها وأناشيدها الوطنية وتفاخر بها الأمم، فعادة ما يعبر العلم عن هوية البلد وخصوصيته الثقافية وتقاليده. لعلم المملكة العربية السعودية رمزية إسلامية ووجدانية وتاريخ عريق، هو العلم الذي لا ينكس، من أسمائه البيرق، اللواء والراية. مر علم المملكة العربية السعودية بمراحل متعددة حتى وصل العلم السعودي إلى الشكل الحالي، ممتداً من علم الدولة السعودية الأولى الذي استمر كما هو في عهد الدولة السعودية الثانية، حتى استقر بوضعه وشكله الحالي تحت اسم المملكة العربية السعودية، حيث ظهر العلم لأول مرة قبل أكثر من 280 عاماً. ومر العلم السعودي بمراحل متعددة وصولاً إلى شكله الحالي من عام 1139 للهجرة إلى عام 1443 للهجرة. في المرحلة الأولى بعهد الإمام المؤسس محمد بن سعود، تم اعتماد علم الدولة السعودية بكلمة التوحيد، وكان علماً أخضراً مشغولاً من الخز والإبرسيم، ويكون جزءه القريب من الحامل أبيض، واللون الأخضر يرمز إلى النماء والعطاء والرخاء، وتتوسطه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد استمر هذا العلم حتى الدولة السعودية الثانية وبداية عهد الملك عبد العزيز. وفي المرحلة الثانية تطور العلم ليوضع تحت كلمة التوحيد سيفاً عربياً يرمز للقوة والعدل، واستمر هذا العلم حتى وقتنا الحاضر.